ناس بعتها لي رسائل، والحقيقه ممتنه للرساله دي، او يعني اكتر من صيغه، ولكن في رساله اثرت فيا، اثرت فيا جدا بشكل كبير. حد بعت بيقول لي انتوا بتقولوا انه نقعد في البيت ونقفل على نفسنا والحظر الفتره دي، كلامكم على عيني وراسي، ولكن انا راجل على كلامه ارزقي، وعندي 4 أطفال وبطلع اشتغل يوم بيوم وبرجع اجيب اكل الاطفال دول عشان اقدر اربيهم في اعمار مختلفه، وشرح لي مكانه في احدى القرى في مكان واعمار اطفال. طب انا المطلوب مني اعمل ايه دلوقتي؟ ما اطلعش اشتغل وما اكلش عيش وما اجيبش لاولادي اكل، ولا اقعد في البيت والدوله تاكلنا كلنا، ولا اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه. وبعدين في رسالته عقلانيه كبيره بيقول لي انا عارف حال بلدي وشايف الحال، وعارف ان البلد خارجه من ازمات، واللي بتقدر تعمله تعمله، واللي مش قادره تعمله ما بتعملوش، وعارف كل الكلام ده، لكن انا بطلع غصب عني. حضرتك بتطلع غصب عنك، كلامك على عيننا وراسنا، وده حقك علينا بالمناسبه، ان احنا لو في حاجه نقدر نقدمها لك نقدمها لك. خد بالاسباب، اللي مضطر يخرج الفتره دي ياخد بالاسباب، اللي مضطر يشتغل ويروح ويجي الانشطه الكتير اللي لسه شغاله والناس الكتير اللي لسه المكان عندهم دايره، اللي مضطر يتحرك من مكانه عشان لقمه عيشه على عينه والراس ياخد بالاسباب، يحاول لما يرجع البيت ياخد بالاسباب. الاسباب بقى اللي انا مش هستفيد في شرحها تاني، الوقايه والنظافه، وان انت لو في تقدر تلبس كمامه بشكل او باخر حسب الارشادات الصحيه تلبسها، وكل الكلام ده لازم تاخد بالاسباب. لكن في حاجه تانيه مهمه، في المؤسسات اللي هي بنسميها مؤسسات المجتمع المدني، وفي رجال الاعمال، وفي الاثرياء. الاثرياء مش لازم يكونوا من رجال الاعمال الكبار، احنا عايزين الفتره دي نوجد اليه انسانيه للتكاتف الانساني المجتمعي، كل واحد قادر يبحث عمن هو ليس بقادر حواليه ويوصل له. كل واحد عنده لازم الفتره دي عشان تعدي من الازمه، مش هتعدي بيها لوحدك. مفيش واحد يعتقد انه هيقعد في البيت وهيقفل على بابه وهيجيب اكله وشربه في البيت عشان هو قادر وعنده الامكانيات يعمل كل الحاجات دي، ومش هخرج خالص ومش هحتك بحد، يعتقد انه هيعدي الازمه دي لوحده. الازمه دي ازمه كبيره. ازمه كبيره ليه؟ لان واحد ممكن يعدي 10 وممكن يعدي 100 وممكن يعدي 1000. وبعدين احنا بنقول احنا العدد لسه عندنا بسيط، ربنا ساترها معانا بشكل او باخر، لكن بعد شوية الأعداد دي لو لا قدر الله راحت لزيادة هيحصل إيه؟ هتوصل لفين؟ لو واحد بس لسه موجود إحنا في أزمة، لو واحد بس لسه تعبان إحنا في أزمة. وبعدين بعد ما تنفتح الدنيا والأمور تتغير، الخريطة كلها هتتغير والعالم كله هيتغير. لو واحد في دولة لسه عنده الأزمة أو لسه موجود عنده هذا الفيروس وهذا المرض، العالم كله هيكون في أزمة، لأنه سريع الانتشار. زي ما خرج بسهولة وتحرك بسهولة، ممكن يحصل تاني ويعاد بسهولة. ومحدش يعتقد إن إحنا الأسبوع الجاي هنقول خلاص يا جماعة والله إحنا بقينا كويسين والأمور تمام ويلا كله يخرج. اللي هيحصل بالشكل ده مستحيل يحصل، لكن الناس لو مشت بالطريقه دي او خدت المنهج ده، ولما لقوا الاعداد مثلا بتنخفض او وبداوا يخرجوا ويتحركوا، هيحصل انتكاسه كبيره جدا مش هنقدر نلمها بعد كده. فهي الفكره انه الحفاظ المرحله دي، تضييق الخناق على نفسنا بايدينا، ان احنا نقعد ونكن في البيت وما نخرجش لحد ما الامور تترتب ولحد ما يكون متاح انه الناس تتحرك والناس تخرج. والحاجة التانية عشان تحافظ على نفسك لازم تحافظ على المجتمع من حواليك، عشان تحمي نفسك كغني كثري كمقتدر كعندك فلوس كعندك دخل كبير، لازم اللي حواليك يكونوا قادرين هما كمان يعزلوا نفسهم. هنا التكاتف المجتمعي والإنساني، دور رجال الأعمال، دور الأثرياء. بنسمع حاجات بسيطة بدأت تطلع، وناس مش عارف أتكفل بأسر وناس مش عارف إيه، لكن احنا كام مليون يا جماعة؟ احنا 100 مليون. 100 مليون الأسماء اللي طلعت لحد دلوقتي، أو العدد اللي طلع لحد دلوقتي يتكفل بمين ولا مين؟ وشوفوا خط الفقر كام واحد تحت خط الفقر، شوفوا معدومي الدخل قد إيه، شوفوا محدودي الدخل قد إيه، شوفوا أسعار الحاجة بقت إزاي، شوفوا الإمكانيات بقت قليلة إزاي. فإحنا عايزين إنه الناس لو سمحتوا اللي يتبرع، انا بقى مش عاجبني لهجه يعني دي من انا كل اللي بتكلم فيه ده على فكره ثقافه عامه، مش بنظر على حد، انا بقول ثقافه عامه. الناس اللي بتقول انا والله بتبرع بس في السر وعشان الصدقات والكلام ده، على عيني وراسي، شيء عظيم جدا. لكن حضرتك لما تقول ان انا عملت كذا، غيرك في الوقت ده يا اما هيتكسف يا اما هيقلدك.
اللي هيتكسف ومحرج هيتبرع هو كمان عشان يكون موجود في المشهد، واللي هيقلدك يبقى كتر خيرك خدت ثوابه. فبلاش احنا في الوقت ده نقول دلوقتي اصل انا رجال الاعمال والناس الاثرياء يعني يقولوا احنا اتبرعنا بس في السر، في السر ما حدش شايف ولا حد عارف ولا حد عارف انت اتبرعت فين ولا عملت ايه. ما تقول انت بتعمل ايه عشان الناس تسمع الكلام واستقلدك والناس تعرف ونقدرك ونقول لك كتر خيرك وشكرا. ايه المشكله في كده؟ ده صوت مش وقته دلوقتي، ومنطق مش منطق يعني مناسب للمرحله اللي احنا فيها.